أنا من زمان ما زرت مستشفى دار الشفاء، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن هذاك المبنى القديم اللي يطل هناك، وهذه مباني كبيرة جديدة. اليوم في اتفاقية داخل في دار الشفاء، لكن أول مرة أشوف الافتتاح أو المبنى الجديد اللي ترى للحين ما افتتحوه 100%، لكن تبارك الرحمن شرح راح يصير هذا المدخل الرئيسي. أنا حالياً موجود في مستشفى دار الشفا هني بالكويت، وبعد شوي بإذن الله راح يتم توقيع اتفاقية التعاون ما بين مستشفى دار الشفا هني بالكويت ومستشفى بوم رانغراد المشهور والمعروف بالمستشفى الأمريكي الدولي في تايلاند. مستشفى بوم رانغراد المستشفى الأمريكي الدولي في تايلاند معروف ومشهور، ويعتبر من أعرق وأقدم المستشفيات في آسيا، واللي كثير من المرضى عسى ربنا شافيهم بالكويت وكذلك من دول الخليج يتعلنون لهناك ويعالجون فيه هناك. من اليوم وبعد توقيع هذه الاتفاقية راح تكون اتفاقية سارية، وراح تكون فيها بنود كثيرة، أهمها وأبرزها أن في أطباء زائرين من المستشفى هناك راح يكونون لهم جدول معلن تعلن عنه دار الشفاء، وبشكل مستمر طوال السنة من تايلند يجون هني في دار الشفاء ويعالجون ويشوفون مرضاهم. كذلك من بنود الاتفاق، وهذه جميلة جدا لكل شخص مفكر انه يروح الى تايلاند يتعالج هناك بدل ما تتعنى، وبعد ابرام هذه الاتفاقية راح يكون دار الشفاء قادر انه يستقبلكم. ممكن تعمل فحوصاتك هني، تعمل الاشعة هني، تقييم حالتك بالتعاون مع الاطباء هناك يتم هني وانت قاعد بين اهلك وبالكويت، حتى اخذ الموعد يتم هنا، يعني تكون رحلتك هناك فقط لإجراء عملية أو لعلاج معين. والأجمل من هذا كله أن بعد إتمام العملية هناك ما راح تضطر أنك تقعد شهور في الخارج، لا، مجرد إتمام العملية هناك تجي هني إلى الكويت، متابعة حالتك داخل دار الشفاء بناء على هذه الاتفاقية تكون بالتعاون ما بين أطبائك هني وأطبائك هناك. بمعنى أنه والله لو هناك عمل لك الدكتور خطة علاجية معينة، الخطة العلاجية بحذافيرها اللي قال عنها الدكتور المعالج هناك تتم هني، لا، ويكون هو اصلا ممكن يتابع حالتك وانت هني بين اهلك وبين ناسك، وفي المستشفى هني تتابع خطتك العلاجيه اللي هناك. فهذا انا اعتقد انه واحده من اجمل الاتفاقيات للاشخاص اللي ممكن تكلفه راح توفر عليهم تكلفه السفر والبقاء هناك، الغربه، وبدال تقعد هناك، هناك يكون رحلتك فقط لاجراء علاج معين او لعمليه معينه، اما الفحوصات ما قبل او ما بعد كلها تتم هني وكانك انت موجود هناك في تايلاند، لان الربط اللي راح يتم ما بين ملفك هني وهناك راح يكون واحد، ودكتورك اللي هناك راح يطلع على ملفك ويتابع الخطه العلاجيه. كذلك من الاشياء الجميله هو ان الاشخاص اللي ما يقدرون يسافرون وده ان الاطباء هناك يعني ياخذ راي الاطباء هناك وهو هني، ممكن من خلال مجلس طبي يتم هني دكتورك اللي يعالجك هني مع اطباء هناك في نفس التخصص يطلعون على الحاله ويحطون الخطه المناسبه لعلاجك، سواء عمليه او علاج معين، يتم الاتفاق ما بين الاطباء هني وهناك في نفس الملف ونفس ممكن يكون علاجك هني وعمليتك هني، ولكن الخطه العلاجيه تكون بالتعاون ما بين الاطباء هناك والاطباء هني في نفس التخصص. كذلك من بنود هذه الاتفاقية لبعض الفحوصات الجينية اللي ممكن تكون موجودة هناك مو موجودة هني، ممكن أخذ العينة هني، طبعا بعد الاتفاقية هذه أخذ العينة هني وإرسالها لهناك والنتيجة تطلع من تايلاند هناك وتشوفها أنت هني. فهذه واحدة من بنود الاتفاقية. كذلك من بنود الاتفاقية هي إقامة الأبحاث المشتركة ما بين دار الشفاء هني ومستشفى الأمريكي الدولي في تايلاند، حتى أن في مجموعة من أطباء هني والطاقم اللي موجود هني ممكن يكون عنده جدول رحلات إلى تايلاند عشان يطلعون على أحدث البحوث والأمور الطبية اللي هناك تتم في تايلاند. باختصار الاتفاقية هذه من اليوم ورايح، أي شخص ناوي يروح إلى المستشفى الأمريكي الدولي في تايلاند ممكن يكون هني في دار الشفاء، فحوصاته جميلة، الامور ما قبل العلاج من فحوصات اشعه، اخذ عينات وغيره يتم هني، بل ان اخذ الموعد هناك يتم من خلال المستشفى دار الشفاء هني بالكويت، ويكون رحلتك هناك فقط لاجراء العمليه. والاجمل من هذا اليوم رايح، مجرد ما تخلص عمليتك هناك والعلاج هناك تجي تستكمل علاجك هني في دار الشفاء بنفس الخطه العلاجيه وبمتابعه من دكتورك اللي هناك. صراحة من الاتفاقيات الجميلة اللي أتوقع أنها تسهل على الناس بقائهم مدة طويلة هناك في تايلاند.
خلاص تمت الاتفاقية رسميا، ومن الآن بإذن الله تسري بنودها. فبلغوا أي شخص يسولف لكم يقول لكم والله ناوي أروح إلى تايلند اليوم، صار دار الشفا هني ومستشفى الأمريكي الدولي في تايلند، تقريبا شراكة واتفاق ما بين بنود كثيرة ذكرت تفاصيلها قبل شوي. اليوم خيران خيران بضيافة الحبيب، يا هلا يا هلا يا جماعة، الله يبارك له، ساكن بالخير، حياته وين؟ حياته بالخيران. شو خيران؟ والله جوكم حلو هني ما شاء الله. شو علومك يا اخي؟ شو ساكن بالخيران؟ والله صدق. يا المقابلات. ما يبي مقابلات. هذا اي مواطن قرر يطلع الى الريف. اي والله صح صح. يعني انت ساكن بالريف الحين. خليت العاصمة لكم. صدق عاد؟ باليوم تروح مرة، عادي تروح مرتين؟ صارت مرة يمكن صدفة. بس العادة تروح مرة واحدة. صح روح. زين اللي يقول لك والله زين اذا تبي تريح هناك شيء، طلعت من الدوام تبي ما تبي ترد عندك شو؟ عام طبيعي الحين روح اهل السعوديه واهل الامارات مشاويرهم كلها اي عادي تعودت؟ والله تعودت طبيعي عادي كذا. انا طالع من دواميه يعني تسوي سير بالسياره اسبوع مرات لا لا الامور طيبه. طالع من دواميه 12 يعني الحين احنا وين قاعد تمشى؟ الحين الكويت مالتنا اي منطقتنا منطقتنا هم ناخذ جوله منطقتهم عرفت منطقتهم. شوف المول الجديد اللي يقولون عنه فاتح فيه اتش اس. هذا المول الجديد اسمه الخيران، شكله جاي بالطول. المول صاير بالطول، شوف احنا هنا عند اخره بس صاير لاينين، هذا لاين واللاين الثاني هناك فوق، يعني هذا تحت وهذاك فوق. هني اول شيء دشينا احنا هناك تحت هني في اللي هو لولو هايبر وروح، بس اغلب المطاعم كذي يعني اغلب المحلات اللي ما فتحت. اللاين اللي تحت وريتكم اياه هناك وهذا فوق لاين ثاني كله محلات على امتداد طبعا المول كامل. فصار تصميمه انا احسه غريب، يعني هني دور اللي فوق وتحت يعني هناك لاين ثاني. مو فاتح مو هذا شارع كله 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 لاحظ كله محلات مسكرة كله تقريبا مسكرة هني، هذا بس واحد تدي بالنص هذا كلهم مسكرين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نقول ألف مبروك الفهد افتتاح HS Store فرع الخيران. يقول لك هذا الثاني أكبر محل من محلات HS ما شاء الله. فهد كم محل؟ 12 فرع، هذا رقم 12، هذا الفرع رقم 12 يعتبر ثاني أكبر واحد بعد بعد شويخ، شويخ هو الأكبر وما شاء الله هذا راهي. حلو هذا الجديد. هذا شو الجديد في HS Store؟ يقول لي أبو سالم تونا متى نزل فهد؟ متى؟ اليوم؟ اليوم. شوف كل الأفرع عرفت الستاند هذا؟ هذا ستاند التورو معروف ومشهور ستاند. هذا شو اللي سووا فيه؟ باختصار نفس التصميم السابق بالضبط ولكن طوروا فيه الملصق اللي وراه، صار اقوى لما ثبته على الديكور السياره يصير اقوى. مع ان انا اشوفه ممتاز جدا وهذا اصغر حجم واللي ما عنده مكان بالديكور يركب على اصغر مكان. هذا اما هذا الجديد، شنو الجديد فيه؟ الفكره هذه اكبر من هني اكبر. هذه اي اكبر حلو. اعرض على اساس تثبت اكثر. هذا ال 3M حلو الاصلي. الحين انت الحين هذا صار نفس هذا تقريبا، خلينا نشوفه تقريبا نفس الشيء نفس الاداء مغناطيس وكل شيء. اي زين مغناطيس نفس الحديده كل شيء. زين راح تشيله يجي مع داخل كرتون. داخل كرتون على طول راح تركب شنو؟ يعني يصير عندك خيارين، يعني هذا الخيار الاول. اي ما الخيار الثاني المغناطيس راح تركب يصير يتحول كل شيء وياك الى الماكسيف. اعطي تليفونك خلنا نشرح للناس هذه فكرة شنو باختصار. يصير حق اللي تليفوناتهم فيها الماج سيف، هذا كل الايفونات تدعم الماج سيف. الفكرة من هذا ما يحتاج انك تحط الحديدة، تليفونك نفسه يثبت وثباته ممتاز. هذا خيار واحد من الخيارات، يعني بنفس الكرتون شوف موجود هذا وموجود هذا. زين امسك تليفون انت راعي سامسونج، سامسونج ما عندهم الماج سيف، حاطي لك كفرك ما في ماكسيف او كفرك ما في ماكسيف،
هم حاطين لك هذه بسيطه تحطها ورا الكفر او تثبتها كذي. هذا حق اللي تليفونات مو ايفون يثبت باختصار يعني سامسونج او غيره. هذه موجوده اصلا داخل الكرتون. هذه بصالة عمليه شوف تتحرك انت تتحرك حسب يعني ترفع تليفونك تنزل فتحه التكييف مثلا تبيها يمين تبيها يسار تبيها فوق. اذا فتحه التكييف هنا مثلا تبي تلفها عليك كلهم هذول يجون داخل الكرتون. حلو سبعة دنانير ونص هني 6.90 يصدق والله هذا سعره زين يعني مقارنة مع هذا بسبعة إلا 100 وهذا 7.5 بس أنا أحب ترى هذا صغير ملموم يعني في بعض الناس توهقون بجرب أنا صراحة بشوف الأيام الطيبة بس هذه الميزة أنه صغير حق الديكور يعني هذا أكثر ثبات هذا إذا ثبتت على ديكور سيارة أكثر ثبات لأنه هني كبير وخيارات طبعا أكثر. نفس الطريقة هذا اللي على السي دي هذا اللي يثبت على الزجاج او غيره كلهم صار نظام شنو عندك راسين تقدر الراس هذا وتقدر تغير الراس حتى هذا مال اللي ينحط في الكب هولدر نفس الطريقه تقدر تغير هذا الى قطعه الماكسيف هذا جديد التور. ما شاء الله ما شاء الله العومي هني السلام عليكم يا هلا وين العومي؟ العومي مو هون مو هون ها بس احنا الحين موجودين تستاهلون نعم ونعم ونعم زين في شراب شراب العسل ايه شراب العسل اذا جاكم احد سال عن شراب العسل قول يوصي فيه مثال صراحه هذا كفو لا والله هذا كفو 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 مرحبا بك يعني اهلا فيك من وين الاخوان من تونس من تونس تونس الحبيبه تونس الخضراء الله يسعدكم الله يسعدك هذا شغل 3 بيز موجود هنا بالخيران طبعا لا غبار عليه جميع انواع العسل تخطر على بالك موجوده هنا ان الانواع عده خربطه في انواع شوف هذه كلها انواع مختلفه في هذا اللي هو مكسرات مكسرات في 12 فوق اللقاح لا في بعد هذا اللي الاكاسيا اللي شو اسمه اللي يكون شهد لا وفيه المنوكه في المنوكه هذه هذه مجموعه المنوكه حق الاطفال ست انواع والله في خوش مكان يا جماعه اصحاب البزنس واللي يدور له محل بالخيران يبي ياخذ له محل خوش مجمعين شكل مرتب بسيط جدا طرازه مثل ما تشوفون يوناني وين مكانه مكانه موجود عند وسط الخيران مدخل المنتزه الخيران على الامتداد نفسه هذا هو عند هذه المولات الكبيره والمجمعات الكبيره هذا المول هذا هو المول اسمه اويا الفكرة انه على الطراز اليوناني كل محلاته خارجية داخل فيه ملاعب بادل اثنين منه نفس التصميم اللي تشوفونه بالضبط في واحد هناك ثاني فهم اثنين تقريبا مأجر عنده الحين ترولي هذا اعتقد مؤجر قالوا لي اسمه مساع تبارك الرحمن ترى الافتتاح تتكلم عن 20 يوم مثل ما يوصفون يعني ما باجي له بس ترى البلاط تحت ولا الامور كلها جاهزة يعني اللي بيأجر مسألة على ما هو أصلاً يشطب ويفتتح مباشرة كل محل ترى قدامه راح يصير فيه جلسة وطاولات وكذي يعني اللي يبي قهوة اللي يبي مطعم اللي يبي شيء أحلى شيء بالخيران يعني إذا تبي مكان خارجي محلك داخل وبره هنا راح يصير طاولات وكراسي وقاعدة حلوة الحلو إنه من ضمن المشروع هذا ملعب بادل وهذا ملعب بادل فاللي قاعدون هني حتى يصير في قدامك حركة مثل ما تشوفون توهم قاعد يركبون البلاط هنا والمحلات يقول لي مساع من 19 متر الى 90 متر كل شيء متاح يعني المساحات اللي بشيء كبير اللي بشيء صغير كله موجود خلينا نشوف الواجهه البحريه لان في محلات على البحر هنا جهه الواجهه البحريه بعد هذا عندك المحل هنا وهذا المحل جميع المحلات كل المحلات في اويا عندهم يعني مثل ما تقول مساحه خارجيه أو تيراس خارجي خاص في المطعم نفسه فيصير طاولاتك وقعداتك خارجية اللي يعني اللي يبحث عن مكان مناسب إنه يكون يسوي فيه قهوة مطعم شيء محل كلهم متاحين الحين للأجار فرصة إن أحط لكم هناك بعد رقمهم موجود برا أحط لكم رقمهم والمساحات حسب كل واحد ومساحته يعني لاحظ هني أصغر تروح هناك بعد مساحة أكبر وأكبر أكبر ترى المساحة قاعد أسولف هناك في المقاول كاهل قاعد هناك يقول لي مسألة 20 يوم ترى خالصين يعني أقل من شهر خالصين ما كله بس هالمحلات الملاعب البادل بس يسوونها ويصير مكان مثل ما تشوف جاهز هذا محل رقم 7
هذا واحد من المحلات اللي مثل ما تشوفون جاهز، تضبط شغلك داخل وتوكل على الله. حلو، بعد في باب خارج الظهر عشان شغلك تحمل تنزل كيفك، المنيوم راكب كل شيء جاهز. هذه المحلات وهذا طراز المحلات، المكان كله مثل ما تشوف تصميمه مثل ما تقولون تصميم يوناني على كلامهم. هناك بعد المأجر، هذا مأجر ترى على فكرة هم خلينا نقول مجمعين كلهم نفس الاسم ونفس التصميم نفس الشيء، هذا واحد والثاني يبعد مني 50 متر وراه، بوريكم إياه الحين نطلع بنروح له. في أماكن مأجرة يعني، هذا قالوا مأجر، هذا مأجر مع الترولي، في نايف دجا نايف بالثاني مأخذ، في واحد من البنوك بعد مأجر هني، بنك مأجر، ففرصة للي يبيها اليومين. هذا شنو تصميمهم؟ هذا التصميم، هذا لما ينتهي إن شاء الله مع الورد وغيره يكون شيء مرتب. بروح للقسيمة الثانية اللي فيها بعد هناك محلات، بس هذا رقم الإيجار اللي يبي رقم الإيجار، هذا هو، أنا أحط لكم إياه بعد تحت على شكل رابط عشان اللي يبي يدخل مباشرة يستفسر يسأل. المساحات قلت لي باش مهندس، المساحات من 19 متر إلى 91 متر، يعني المساحات كلها موجودة، وكل مساحة أو مكان الإيجاري مقابلة مكان لك خاص تحط فيه قعدات وطاولات وكراسي. المول الأول هناك وهذا المول الثاني، لو تدقق نفس التصميم بس مقلوب كذي بالضبط. أويا التصميم أنا شفته صراحة إضاءة جميلة، حتى هذه أويا مشعة، شغالة الحين على الورد وما الورد، والشغل هني البلاط مثل ما تشوفون نزل هني راح ينزل، المكان هذا كله راح تسكر. أنا أقول اللي عنده مشروع يجي بنفسه يشوف يصيد للصيدة من هالأيام، تدري الأيام الجاية خلاص تأجر واحد ورا الثاني ورا الثاني، الحين فرصة اللي تأجري مو واجد تجي تتخير اللي تبي، عندك هذا الخيار وعندك الخيار الثاني اللي هناك موجود، فتأخذ اللي تبي، كلهم نفس التصميم تقريبا، والمساحات تفرق ترى شيء كبير وشيء صغير. شوف الدش في باب خلفي، هذا إذا كان مثلا تسكره مطبخ يصير باب حق الأغراض وكذي، كله موجود هنا يا عزيزي. الله يبارك ويوفق. أويا ترى قاعد بدوانيتك، تصدق تليفون ما في شحن؟ والله والله عيب. لا تقول شحن، لا تقول شحن وايرلس بعد. لا أبي شحن عادي، لا أبي شحن عادي، لا أبي إذا في ألتور وبعد يا سلام. شكرا شكرا جزيلا. ها ركبت سياره كان جوجل يقول لي ترى يبي لك ساعه وثمان دقائق تروح البيت. ايش دره؟ ما ادري انا شغلت سياره، ما ادري يمكن انا بيت فهد مذن، ففهد مذن بيته ذكي وسيارته سيارتك على الشحن اخوي. يلا كرمك الله واغناك، يا هلا يا شكرا جزيلا.